صباح النور البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. غادي تشوفوني راني مصبحه وشوفوا الجو عندنا كيفاش داير. كنتمنى ما يكونش عندكم بحال هذا الجو هذا، حيت الصيف والشتاء صراحه ما كيعجبنيش الجو بحال هكذا يكون في الصيف، ما كنحسوش بالصيف. الشتاء حنا تقريبا العام كامل. المهم على كل حال، اليوم ان شاء الله غادي تمشيو معايا للمدرسه ديال بنتي. كيفاش غادي يدوز النهار؟ اليوم الاخر في المدرسه جامعين لي بارون، والفطور غادي يديروا لينا بوفي صغير. الوليدات هما اللي مصاوبين، يعني داكشي اللي مصاوبين الوليدات حنا غادي نشوفوه وغادي نفطروا به. اشنو مصاوبين ما عارف. السيمانه كلها وكتجي مروه كتقول لي ماما راه صاوبنا لكم شي حاجه. واحد النهار اللي قالت لي ماما راه درنا لكم الياوغت. ايوا حنا غادي نمشيو نشوفوا شنو دايرين لينا في الفطور، واش غنفطروا ولا غنبقاو بالجوع. خليكم معايا البنات ما تمشيو فين. بالنسبه للبنات انا بغيت ندي معايا صراحه، درت انا دي كوكيز هكا للوليدات، هو ماشي اوبليجي غير انا بغيت نديرو ليهم ونديه معايا. شي نهار غنشارك معكم هاد لي كوكيز، كيجيو زوينين بالشوفان وكيكونوا بدقيق كومبلي، ساهلين مالين. شي خطره غنشاركو معكم في القناه. درت هاد لي كوكيز هادو نديهم معايا غير باش نفرح بهم الوليدات. بالحق هما راه غيكونوا دايرين شي حاجه، ولكن هما اللي بغى يجيب شي حاجه معاه يجيبها، ماشي زعما انتردي. كان هادشي انتردي ملي كانت دوك الايام ديال كورونا والزيار، دابا ماشي مشكل. المهم نغطيوه ونمشيو نشدو الطريق ان شاء الله. انا غدا البنات وانا نقول بلاتي نصور لكم داكشي اللي كنت زرعت. ها انتم لاله، هادي هذا الدنجال، هذا الدنجال، هذا فلاح حلوه، هي عاد بدات كطلع. هادي حتى هي في الفلاح حلوه، شتي تبارك الله بدا كيطلع. هنا عندي النعناع، هنايا لاله ويا البنات. هنا هادي طلعت عندي وحده، ما نبقاوش بالجوع زعما غناكلو. ها نتوما، ها هي وحده عاد بدات كطلع. هذا الخيار شتي، هادي مطيشه، هادي اللي على اليسار مطيشه الكبيره، علي من مطيشه الصغيره. ها نتوما هما مطيشات بداو كيخرجوا شتي. هنا درت البصله ديال الحريف، ها هي بدات كطلع. من بالحق ما صدقاتش ليا بزاف، ما عرفت علاش، يمكن حيت الجو. المطيشه ديالي بدات كطلع، هاد الصغارات باقي ما بانت ليا حتى وحده طالعه. مي الكبار ها هي، ها هما، ها هي لا تقولوا زعما ما عندناش مطيشه. ايوا يلا نمشيو نكملوا النهار، نمشي للمدرسه. راه فات الحال دايرين مع تسعود 45، تقدروا تجيو حتى ل 10، يعني عندك ديك ربع ساعه ديال الطريق. غنمشي غير بالرجل، ما غنمشيش بالطوموبيل حيت ما بعيداش المدرسه دغيا دغيا. يلا البنات اتو تالور. جا كنعبر لكم، كنعبر نسيت المدلار، رجعت حتى جبتها. شتا شتا شتا، وانا غدا بالرجل، عرفتي ما غنوصل حتى الخزك. المهم الو Herr Brunner, also nicht nur danke im Namen von der Schmetterling, danke im Namen von allen Raupen, teile ich das im Namen von allen Eltern und von allen Raupenkindern mit. Sie sind ja schlussendlich die, die der Weg sind. So. اها هنا البنات دارت لينا هنايا مروه لي كرواسون. انت اللي درتيهم ياك مروه؟ او لا لا. وهنايا دارت لينا مروه كونفيتور، مكتوبه هنا كونفيتور، ها مكتوبه مروه. ودرتي ليا اليوغورت ياك؟ صافا البنات ما غنبقاش بالجوع.
بنتي دارت لي الفطور. الفطور على حساب من؟ على حساب من؟ هالو برافرونير. المهم يا ها انتما البنات ما غنبقاش بالجوع. ها انتما بنيتي دارت لي دانون كونفيتور وهذا مروة. هالو تسامك وات يا نيم عطيتي المارفي يا ماماها ما عطيتيهمش؟ لا ما عطيتيهمش مارفي وماماها. مروة كوكو. مروة شوفي فيا مروة. مروة غوصة مروة. Is it auch orange? Ah ja, ja, ich will gern orange. Das ist mein Mami guck, mein. Marwa. Aber das mache ich jetzt bitte nicht. Ich bin nervös, gell? Nein, sie haben so lange geschrien. Ich bin 20 vor 10 Uhr gekocht. Kopfbrot sind wirklich. Rat er. Das ist auch nicht mehr. Kopfbrot. Was ist das? Brot. So? Butter. Ich will nicht machen. Ja. Wie kommt das so? فهنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما سالينا يعني كان داز نص نهار هكذا مع الوليدات ولي بارون داز زوين. جينا للدار وديت مروة هي واختها ديتهم للبارك. ما بقاتش الوقت ما صورتش كلشي. جيت للدار كنت غادي ندير واحد الماسك هكا في العشيه وانا نقول علاش ما نشاركوا مع البنات واحد الماسك غزاله البنات سورتو اللي كاين حدا شي حد كيبيع هاد المنتوجات الالمانيه ولا ديم وما عمر جرب هاد لي ماسك هادو. راه فعلا رائعين كيرجعوا الوجه رائع. كاينين عندهم دي ماسك عندهم دي بيلينغ. شي نهار غادي ندير لكم واحد الفيديو خاص غير بهاد المنتوجات ديال ديم وبلي ماسك ديالهم بلي سيروم ديالهم وكيفاش كيتستعملوا كلشي ان شاء الله. غادي ندير لكم واحد الفيديو خاص بهذاك الشيء اللي جربت انا لي ماسك اللي جربت. اللي ما جربتش ما نقدرش نحكم عليهم وسورتو لي ماسك اللي تقدر ديرهم اي نوع ديال اي بشره يعني دهنية جافة مختلطة. عندهم دي ماسك رائعين صراحة الله. هنا سالا لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله. كنتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلبكم وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم. شكرا على المشاهدة حتى الاخير وعلى التشجيع ديالكم البنات حتى الفيديو الماجي ان شاء الله. مع السلامة.